مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الصف الأول المتوسط. اليوم درسنا رح يكون عن الوحدة الثالثة والرابعة، والأسئلة اللي ممكن تجي عن هاي الوحدتين. أولا أوكي رح أبدي أقرأ وأترجم وأشرح، أوكي بعد ذلك رح نتطرق إلى كيفية التحضير للامتحان. مثلا هنا أنا عندي أول نقطة، he never visit the USA. رايد من عندي يقول correct the verb to present perfect، غير الفعل إلى زمن المضارع التام. أوكي النقطة المهمة اللي لازم تعرفوها، لازم تعرفون زمن الجملة والقاعدة مالته، ولازم تعرفون present perfect شنو تعني. يعني مثلا يجيكم بالامتحان بس ما تعرفون present perfect، تبدون تفكرون هل هي مضارع تام، هل هي ماضي تام، هل هي مستقبل. لذلك لازم تحفظون كل زمن ومعناه بالعربي، اوكي حتى تعرفون شلون تحلون. خلينا نبدا نحل. انا هنا أنا عندي جمله، اوكي وهنا عندي الفعل بين قوسين، انا راح احول الجمله الى مضارع تام. القاعده اكتبها هيجي مثلا بقلم رصاص، بخط فاتح، فاعل زائد هاز او هاف زائد التصريف الثالث الفعل. هي تنزل نفسه، اوكي هاز، اوكي لان هي تاخذ هاز. لو عندي ذي ايش تاخذ؟ تاخذ هاف. زائدا الفعل هنا أنا عندي visit، صير visited. هنا never هي ظرف تكرار، أوكي بمعنى أبدا أو قط، تأتي قبل الفعل الرئيسي بالجملة وبعد الفعل المساعد، فصير عندي الجملة he has never visited the USA، هو أبد ما زار الولايات المتحدة الأمريكية. ننتقل إلى 2. Walter call us make question، سوي سؤال. طبعا بعدنا احنا نحكي بال present perfect، اوكي زين خنجي. has Walter called us، هل اتصل والتر بنا؟ اوكي فهنا عندي سؤال، has راح تكون بالمقدمة، بعدها الفاعل، بعدها تصريف الثالث الفعل call called. اوكي اكمل الجملة، اوكي us زائدة علامة استفهام. 3. How often، اوكي how often بمعنى كم مرة، اوكي how often اريد من عندي، اوكي اكمل الجملة، والجملة هنا أنا منقوصة مثل ما تشوفون، انه اكو فواصل، ماكو افعال مساعدة، الجملة ناقصة قواعديا مصحيحة وغير مفهومة المعنى. فأنا رح اجي اكتب الجملة how often have we sang the song، كم مرة غنينا الأغنية؟ أوكي how often بمعنى كم مرة، أداة استفهام وراها فعل مساعد، أوكي اللي هو have أو has، زائدا فاعل زائدا تصريف للفعل، أوكي هو sing تصريفه sang، أوكي تصريف الثالث الفعل إلى the song الأغنية. انتبهوا sing شلون أنا صرفته إلى الفعل sang. أوكي ننتقل إلى 4. Gwen sings، جوين تغني، اوكي always beautifully، اريد من عندي ادخل always و beautifully. طبعا انا كل الاسئله اخذتها لكم من كتاب الاكتيفيتي بوك، اوكي حتى تعرفون الاسئله انا من جبتها، كلها من كتاب النشاط. اريد من عندي ادخل always و beautifully. always هي ظروف تكرار، لازم تعرفون ظروف التكرار وين احطها. اني احط ظروف التكرار قبل الفعل الاساسي بالجمله وبعد الفعل المساعد. beautifully اوكي هو adverb of manner، هو حال، اوكي لازم تعرفون الحال وين تحطه. زين خلينا نجي نحل. Gwen always sings، شوفوا وين حطيت ال always قبل الفعل الاساسي، بعدين اخر شيء ختمتها ب beautifully، انها تغني بجمال، اوكي يعني بطريقه جميله. اوكي حطيتها بنهاية الجملة، الحال عادة ما ينحط بنهاية الجملة، أوكي؟ زين. 5. She does the washing up، هي سوت غسلة المواعين. Usually carefully، نفس النقطة الرابعة لكن بس المعنى يختلف مالتها. هنا أنا always دائما، usually عادة، beautifully جميل، carefully بحذر. راح أحل الجملة. She usually does the washing up carefully، هي عادة ما شو تسوي؟ تغسل الصحون carefully بطريقة اوكي حذرة.
هنا اوكي ماكو داعي اغير بزمن الجمله نهائيا، سواء هاي الجمله او هاي الجمله، ابدا ابدا ما اتطرق. هو بس يقول لي دخلوا always و usually على الجمله، ماكو داعي اسويها مضارع بسيط، ولا داعي اسويها مضارع مستمر، ولا مضارع تام، ولا مستقبل، ولا اي زمن اخر. اوكي، هو بس من عندي يريد ادخل ظرف التكرار وادخل الحال على الجمله. اوكي، هنا عندي مجموعه من الافعال، فعل والتصريف الثالث مالت. مثلا هنا عندي الفعل go gone، اوكي، بمعنى ذهب. eat صارت eating، do صارت done، is شو تصير؟ is تصير been. اوكي، is ماضيها was، التصريف الثالث الفعل مالتها been. اوكي، ابد لا تنسوه. كذلك ال am، اوكي، ال am هو ايضا التصريف الثالث مالته been، وال ار ايضا التصريف الثالث مالته been. ليش؟ اوكي، لان هذا من ضمن افعال to be. اوكي، افعال to be هو is are am. اوكي، التصريف الثالث مالتهم هو been. هاي نقطة مهمة لازم تكتبوها. give given read صير read. شوفوا نفس الإملاء لكن اللفظ مالته يختلف، كأنه دا أقول أحمر. اوكي، read تلفظ مو read، read. اوكي، ننتقل إلى my sister has cooked dinner، أختي طبخت العشاء. نيجاتيف سووها منفي، شو تصير؟ my sister hasn't، اوكي بس حطيت not الى الهاز وكمل الجمله. hasn't cooked dinner، اختي لم تطبخ العشاء. زين، has احمد، هنا الاحمد كابيتال لتر، صححوها من يمكم، اكتبوها كابيتال لتر، اوكي، لان هو اسم. اوكي، done his work، هل احمد فعل his work، عمله؟ هنا نريد من عندي اجاوب no او yes. اوكي، نو هي هازنت، كلا هو لم يفعل. يس هي هاز، نعم هو فعل. اذا هنا الاسئله اغلبها اوكي عن المضارع التام، عن adverb of manner، عن الحال، اوكي، عن ظروف التكرار وانا احطها بالجمله، تصريف الافعال هنا شلون اسوي، منفي في حاله المضارع التام شلون اسوي، سؤال اوكي شلون اجاوب بنو او يس. اوكي، شوف هنا هازنت، لهنا اني جاوبت بنو، يس استخدمت هاز، اوكي، لانه عندي مثبت. بقت عندي قواعديا عندي اخر شيء وير هاز علي جان، اين ذهب علي؟ علي هاز جان تو عراق، علي ذهب الى العراق. اوكي، هنا ايضا هنا سؤال وهنا جواب، فاعل هاز زائد تصريف الثالث الفعل زائد تكمله الجمله. هنا أنا عندي make adverbs from adjective، خلينا نقول adjectives. اوكي، ضيفوا لي اس، هنا أنا هسه حاليا ما اقدر اضيفها لانه بس ادوس ال A او ال S راح يخرب عندي التصوير، لذلك راح راسا ابدي، فانتوا غيروا هنا سووها يعني معناتها adjectives يعني جمع صفات. happy صارت happily، شوفوا شلون اختلف، قلبت الواي الى اي وضفت ال واي. هل تعتمد على قاعده؟ نعم، اوكي، اذا الواي قبلها حرف صحيح يقلب، اوكي، واذا يقلب الواي الى اي اضيف لها ال واي، اما اذا قبل الواي حرف عله فما يبقى. زين، شلون احفظ هاي القاعده؟ تذكروا انه احنا دائما نقول شخص العله على قلبنا باقي، اوكي، والشخص الزين خلينا نقول هو اللي يروح. بهاي الطريقه راح تحفظون هاي القاعده، اذا تقلب الواي الى اي لان قبلها صحيح، اوكي، واذا مو قبلها صحيح ما تقلب. ساد صير ساد اللي بهالشكل هاي، بس ضفت ال واي، اوكي، حطيتها ly صارت شنو؟ صارت adverbs، صارت حال. لأسئلة عن التكست بوك، التكست بوك هي القطع الموجودة عندكم بالكتاب. طبعا هنا عندنا هواية قطع احنا، وعندنا هواية أسئلة، اوكي، أنا اختارت أربع أسئلة، اوكي، ممكن نروح على قطع الكتاب أيضا أشوفكم إنه ايش قد عندنا أسئلة بعد، اوكي. زين، خلينا نبدأ نقرأ ونترجم. How did the shepherd feel؟
كيف كان يشعر الراعي؟ He felt bored. هو كان يشعر بالملل. Did they see the wolves? هل هم شافوا؟ Okay. The wolf, the ib. No, they didn't. كلا لم يفعلوا. هنا أنا عندي الآي زائدة. 3. Why can't mad Mark have a piece of a cake? لماذا لم يستطع ماك المجنون الحصول على قطعة من الكيك؟ Okay, because the robot have eaten it. لأن الروبوت الرجل الآلي أكلها. Okay. Why is mad Mark happy? لماذا okay Mark المجنون هو سعيد؟ He has invented a robot. هو اخترع رجل آلي. زين، عندنا بعد أسئلة هواية. أوكي، طبعاً هاي الأسئلة كلها أخذتها من الأكتيفيتي بوك. لما رح نوصل للأكتيفيتي بوك رح أذكركم على التكست بوك. أوكي، رح أذكركم على قطع الكتاب وش تقرون من قطع الكتاب. خلونا ننتقل إلى بانكويشن. Rewrite the sentence. أعد كتابة الجملة. هنا أنا شنو عندي؟ عندي punctuation، عندي تنقيط. مركز لكم بأكثر من تمرين على التنقيط، والتنقيط مهم راح يستمر وياكم إلى أن توصلون إلى الإعدادية. راح أقرأ الجملة، أوكي، وراح أقول لكم أني شلون غيرت بالأحرف. راح أبدي. The football World Cup takes place every 4 years. The next World Cup will be held in the South Africa in 2006. It was held in Germany. خلينا نترجم. كأس العالم لكرة القدم، okay, take place يعني حدث أو يحدث كل 4 سنوات. Okay. The next القادم كأس العالم القادم راح يقام بجنوب أفريقيا. في سنة 2006 was held أقيمة okay وين؟ في جيرماني. جيرماني هو ألمانيا، أقيمة في ألمانيا. هنا يريد من عندي أسوي punctuation. punctuation هو التنقيط. هنا بداية جملة فلازم تكون capital letter. The football world cup، طبعا هنا أني ويا كل كلمة كتبت الحرف الأول capital letter. okay بهذا الشكل. take place، ليش هنا؟ لأن هذا حدث مهم. أوكي، كأس العالم لكرة القدم. زين، كملت الجملة الأولى، حطيت نقطة، بديت عندي جملة أخرى، وبعد كل نقطة الحرف اللي ورا يجي كابتل لتر. أوكي، رديت كتبت الوورلد كاب كأس العالم. أوكي، will be held in، سوف يقام south أوكي أفريقيا، في جنوب أفريقيا. أوكي، ففي جنوب أفريقيا. أوكي، أفريقيا أنا عندي اسم بلد، أوكي، اسم دولة، لذلك راح يكون كابتل لتر. نقطة، كملت الجملة، بديت جملة أخرى إن، أوكي، الآي كابتل لتر لأنه بعد النقطة إجتي، وأكمل الجملة إلى أن أوصل إلى جيرماني، هو اسم دولة، لذلك اسم الدولة يكون كابتل لتر. إذا راح يكون بهذا الطريقة التنقيط. بعدين أحط هنا نقطة. هسا ننتقل إلى vocabulary. vocabulary بمعنى المعاني. هنا عندي مجموعة من المعاني، أوكي، أخذتها من الأكتيفيتي بوك. خلي نقرأ ونترجم. furious بمعنى شديد الغضب. means يعني هل هو happy سعيد، surprised مذهول أو مندهش. أوكي، very angry أو هو جدا غاضب. طبعا الجواب هو very angry. thoroughly means، ماذا تعني هذه الكلمة؟ تعني بشكل جيد. okay. very well بشكل جيد. very fast سريع. و very quickly أيضا quickly يعني بسرعة. طبعا الجواب هو very well. atlas means، atlas هو الكتاب. الأطلس طبعا احنا نستخدم هذا المصطلح، هو الخاص بالخرائط. هل هو copy book دفتر، a book of history كتاب تاريخ، a book of maps كتاب للخرائط. الجواب هو مثل ما واضح عندكم بالشاشة، أنا حطيت الأجوبة كلها بالقلم الأحمر. هذا كان نموذج عن الأسئلة. طبعا هو نموذج منقوص،
اوكي، لكن انا حاولت اعطيكم عن التكست بوك، عن الفوكابولري، عن بالكويشن، عن المضارع. اوكي، المضارع التام، شلون اسوي سؤال، تصريف الافعال. اوكي، خلونا نروح لكتاب الاكتيفيتي بوك حتى اقولكم على التمارين المهمه، وحتى نشرح باختصار شنو لازم تركزون عليه وشنو لازم تقروا. كتاب النشاط هياته موجود. اوكي، طبعا هنا عندكم التمرين. اوكي، صفحه 30. شوف هنا أنا مثلا ذاكر لي بهذا التمرين المضارع التام. اوكي، القاعده ما تفعل زائد انهاز او هاف زائد تصريف الثالث الفعل. اوكي، اذا المضارع التام جدا جدا مهم. اوكي، هنا أنا مطيني اصوات. اوكي، هل الاصوات مهمه؟ طبعا الاصوات مهمه اكيد. وراح يجي مثلا، ممكن يجي نفس هذا السؤال، يعني ممكن يقول لكم اوكي حطوا لي هاي الافعال حسب اللفظ. اوكي، يعني نفس السي ممكن يجيكم بالامتحان. ننتقل الى 31، هذا ايضا جدا جدا مهم. عندنا الافعال regular verbs، افعال قياسيه، وافعال irregular verbs، افعال غير قياسيه او افعال شاذه. اوكي، طبعا احنا قاريها هاي الافعال وحاليها، حالين تمارين مالتها، وذاكرين طبعا حتى معانيها. اوكي، هنا عندكم listen. اوكي، فقط عرفوا لي معاني الكلمات. اوكي، لازم تعرفون شنو معنات cups، شنو معنات answer، شنو معنات brush وهكذا. هنا هذا التمرين ايضا يعتمد على listening، اوكي، على الملف الصوتي. لكن اللي اريدكم تعرفوه ايضا، شوفوا مثلا done the washing up، finished the puzzle، هنا زت وحده طبعا. فقط اريدكم تعرفون المضارع التام، القاعده مالته. اوكي، شوفوا هنا مثلا هاي الافعال. اوكي، طبعا هنا الفعل بايدي. اوكي، انا سبق وان ذاكر انه لازم نضيف ايدي بالفيديوهات السابقه. هنا انا معاني. اوكي، هنا شوفوا شلون نسوي جمله. اوكي، وكل الجبل اللي مسويها بالمضارع التام. اذا المضارع التام شلون اكون سؤال، شلون انفي، شلون اجاوب. اوكي، يعني شلون يكون شكله بالمثبت، بالمنفي وبالسؤال. هنا هم ايضا عندنا مجموعه من الافعال وتصريف الثالث الها. اوكي، هنا شلون اجاوب بنو. اوكي، اذا يس شلون اجاوب عليه. هنا أنا عندي شلون اسال، هنا أنا شوف هنا شلون اجاوب. اوكي، هنا هذا التمرين يعلمكم معاني. اوكي، تحفظون كلمات هاي ومعانيها واملائها. ايضا بعدنا باليونت الثالث عندنا هذا التمرين، لازم تعرفون المعاني مالته وتعرفون القاعدة. اوكي، ايضا هنا أنا مضارع تام. شوفوا اغلب اليونت الثالث هو مضارع تام. هاي الاسئلة جدا 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 مهمة عن ماد ماك، ماك المجنون. اوكي، عندكم اربع اسئلة. اوكي، اربعتهن مهمة. هذا يجي على شكل سؤال كامل او يجي من عنده بعض اسئلة. اوكي، ضمن التكست بوك. اوكي، التكست بوك يعني النص. اوكي، اللي عندكم بالكتاب. اذا هذا جدا جدا مهم. اوكي، ممكن سؤال يجي عنه، يعني ممكن نضيفه الى قائمة الاسئلة اللي حليتها لكم. اوكي، هنا عندي ذني adverb. اوكي، حال. اوكي، تحفظ ويحفظ معانيها. هنا vocabulary، معاني. ممكن يجيكم هيجي سؤال حطوا الكلمات اوكي بالفراغات. هنا أنا تحويل الصفات الى حال، مثل ما جبت لكم happy happily. اوكي، sad sadly، noisy noisily، noisy noisily. اوكي، شلون قلبت الواي الى اي وضفت ly. اوكي، bad badly، nice nicely. اوكي، هنا أنا عندي Now use the adverbs and this verb to make sentences. سوي جمل. اوكي، مطينا adverb ومطينا افعال ويقولوا لي اريد من عندي اسوي جمل. اوكي، هنا انا سويت جمل. اوكي، طبعا هذا يعلمنا شلون يقوي لغتنا وشلون نتعلم انه نكتب جمل.
اوكي هذا التمرين read and talk. اوكي مو كلش مهم لان التمرينين اوكي، لكن اللي يريده من عندنا هو لازم تعرفون شلون اسال عن الاحداث، يعني what's the matter. اوكي شلون اسال عن كذا شخص، اوكي شنو الموضوع، شنو المشكله. اوكي هاي الطريقه. اوكي علمنا شلون اسال. هنا عندي مجموعه من الاسئله اوكي عن القطعه الموجوده عندكم بالكتاب صفحه 27. طبعا ايضا هاي القطعه مهمه، صح هي listening اوكي، لكن النص موجود عندكم بكتاب الطالب بصفحه 27، اذا هو مطلوب من عندكم ومهم ايضا. هنا عندي نفس الشيء اوكي، نفس القطعه صفحه 27 اوكي، بس هنا على شكل فراغات اوكي، ايضا مهم. هنا سي اوكي، عندنا انشاء write your own story، اكتب قصه اوكي، قصه اوكي about a boy or a girl who tells lies، على شخص اوكي يقول الاكاذيب. طبعا احنا كتبنا اوكي عندكم الصفحه هذا باي صفحه، صفحه 40، يعني راح تروحون صفحه 40 راح تلقون الانشاء اوكي موجود هنا بصفحه 40. اذا هذا الانشاء اوكي مهم ايضا، لازم تحضروه وتحفظوه اوكي. طبعا هذا التمرين اوكي حسب المعاني يريد من عندي اوصل هاي الجمل بالجمل اللي امامها، نفسه هذا التمرين اوكي يريد من عندي اوكي اسويه بالبريزنت بيرفكت. اذا هذا قواعد اوكي، قواعد نفسه هذا راح يصير هنا قواعد واربطه بالجمل. ايضا هنا انا عندي قواعد بريزنت بيرفكت، هنا عندي معاني. هذا التمرين ايضا مهم، يشمل adverb اوكي يشمل الحال، شوفوا politely angrily slowly well beautifully اوكي، يريد من عندي احطها بالجمل. اذا هذا التمرين vocabulary اوكي. ها اكو شغله انه احنا عندي مجموعه من الاسئله عن اللسنتين اوكي، هنا عندي كتاب الطالب اوكي، اذا رحنا هسه بعد شويه نروح لكتاب الطالب راح تشوفون انه انا عندي بكتاب الطالب قطعه اوكي وعليها اسئله اوكي راح نروح لها ايضا مهمه اوكي. هنا طبعا معاني اوكي، شوفوا هنا كلمتين اللفظ مالتها يشابه لكن المعنى يختلف اوكي. هنا punctuation هنا تنقيط اوكي، هذا مهم ايضا. هنا اوكي الكلمات حسب المعاني ايضا هذا مهم اوكي، يجي على شكل vocabulary اوكي معاني. هنا افعال اوكي يريد من عندي احولها الى تصريف الثالث الفعل اوكي واحطها بالفراغات. اذا هم قواعد وهم معاني. هنا هم ايضا يعتمد على المعاني، شوفوا هنا مطيني adjective صفات، شوفوا كلها صفات اوكي، يريد من عندي احولها الى adverb الى حال. انا حولتها لكم وشرح التمرين عندكم كامل اوكي. هنا انا عندي انشاء اوكي، هنا احنا وصلنا اي يونت؟ بعدنا باليونت الثالث اوكي. هنا عندي انشاء وسبق وانه الانشاء حليته اوكي، وبالاضافه الى ترجمته لكم موجود بصفحه 44 اوكي. هنا انا عندي ايضا قصه اوكي عليها اسئله، ايضا هاي مطلوبه من عندكم اوكي، هاي الاجوبه مالتها. ننتقل الى يونت 4. يونت 4 اوكي، او طبعا دائما بكل مرحله اليونت 4 هو اعاده الى ما اخذتوه باليونت الاول والثاني والثالث اوكي. لما يصير عندكم امتحان الشهر الثاني ويدخل اليونت الرابع بالامتحان، معناته اكو امور هوايه لازم تقروها من اليونت الاول واليونت الثاني. مثلا هنا عندي، شوفوا هنا عندي ظروف التكرار اوكي، ظروف
تكرار باليونتات اللي قبلها طبعا احنا شارحيها. اوكي شان تجي، شوف هنا هذا الفعل، الفعل الاساسي هنا جاي، مو تنسون داز معناه يفعل، هنا جاي فعل اساسي مو فعل مساعد، لان هي الوحيده اللي بالجمله ماكو غيرها فعل، اذا هي فعل اساسي. اذا تاتي ظروف التكرار قبل الفعل الاساسي وبعد الفعل المساعد. هنا عندي well طبعا حال. اوكي هذا التمرين ايضا مهم، سبق وان كتبت لكم اسئله عليه. اوكي بدايه الفيديو هنا، هاي التمرين ممكن يجي التمرين كامله كما هو. اوكي كلمات وتحطوها بالحقول، هذا يعتمد على المعاني. اوكي اغلب 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 حل التمارين يعتمد على المعاني. اوكي فدائما ورقه وقلم، اوكي او الكلمات المهمه اكتبوها هنا، اكتبوا مقابلها معناها بالعربي. اوكي طبعا هنا كتابه التاريخ ايضا مهمه، هنا بانكويشن تنقيط. اوكي هنا مثل ما نقول مشكل بقواعد وقواعد ماضي، ماضي مستمر. اوكي عندي مضارع تام، عندي مستقبل. اوكي اذا عندي هنا اكثر من زمن، شوفوا الشرح الخاص بالصفحة 48. اوكي وصلنا لصفحة 49، طبعا ايضا هنا معاني ونحطها بالفراغات. اوكي وصلنا لصفحة 50، هذا التمرين مهم، هذا معاني. اوكي ايضا الشرح مالته موجود بصفحة 50. طبعا هذا التمرين اوكي انا مثل ما حلته والشرح موجود، من هو اوكي اكثر شخص محظوظ، اكثر شخص ودود. اوكي هنا أنا ايضا معاني فوكابولاري وتنحط بالفراغات. ايضا النسخه اللي انا شرحتها لكم انا كاتبه، اوكي كاتبه الكلمات بالفراغات يعني محلوله. اوكي زين وصلنا الى القصه، هاي القصه انا ترجمتها لكم، هو اريد تكمله للقصه. اوكي طبعا ايضا هذا بصفحه 52 واني مكمله القصه ومترجمه. اوكي هنا أنا عندي اكسترا اكتيفيتيز، يمكن هي اخر ورقه. اوكي اي نعم اخر ورقه باليونت الرابع. اوكي هنا أنا عندنا انشاء، انا كاتبه لكم انشاء. اوكي عن الانشاء الثاني. اوكي انتم بكيفكم تكتبون الانشاء الاول، تكتبون الانشاء الثاني بكيفكم. هنا أنا ايضا هنا أنا عندي فراغات واجيب الكلمات من جيبي، الكلمات اجيبها اوكي حسب المعنى، وايضا اني شارحه هذا التمرين. خلينا نروح الى كتاب الطالب ونشوف ايش بيه كتاب الطالب. كتاب الطالب امامكم. اوكي هنا أنا يحكي عن جوين. اوكي طبعا جوين اوكي اكو تمارين اوكي موجوده عندنا بالليسن 2. اوكي مو ليسن 1، ماكو عندنا ليسن 1 اوكي اسئله عليه، لكن هنا عندنا شرح، هنا عندي شرح المضارع التام اوكي والسؤال وشون اجاوب يس او نو، مثل ما اني اعطيتكم بالاسئله مقدمه الفيديو. اوكي اذا هنا مضارع تام اوكي وشرح الجرامر قواعد. هنا انتقلنا اوكي I finished my work، انا كملت عملي. اوكي هنا مثل عندي اغنيه. اوكي طبعا هنا التكمله مال present perfect tense هو هذا المهم. اوكي المهم هو المضارع التام. اوكي طبعا هنا ايضا اسئله، شوفوا اسئله انه تستخرجون الافعال وتصريف الثالث للفعل. ننتقل الى كيفيه السؤال عن احوال الناس. اوكي شلون اسال عن حال الناس باستخدام most the matter. طبعا ايضا هنا انا عندي تمرين 33 و35 كتاب الاكتيفيتي بوك اوكي عن هاي الصفحه. هنا عندي ماد ماك. اوكي ايضا عندي اسئله كوم عن ماد ماك، وعندي قطعه كامله عن ماك المجنون اللي هسه قبل شويه شرحناها بالاكتيفيتي بوك. اوكي
بعدنا باليونت الثالث اوكي، وهذا الروبوت الرجل الآلي اللي صبغ الدنيا كلها، صبغها، ما خلى شجرة، ما خلى كرسي، ما كل شيء. طبعا ايضا هنا انا شرحت لكم اوكي بالفيديوهات. هنا الشيء اللي انا ما تطرقت اليه هو The Hungry Fox، هو الثعلب الجائع اوكي. هنا عندي مجموعة من الاسئلة اوكي، شوفوا هنا عندي تقريبا 3 اسئلة. طبعا هاي الاسئلة مهمة، ضيفوها الى الاسئلة اللي ممكن تجي عندكم عن التكست بوك، عن القطع الكتاب اوكي. هاي 3 اسئلة مهمة اوكي. هنا عندي adverbs of manner، هو الحال اوكي، الحال والشرح مالته جدا مهم. اكثر موضوعين مهمة هي الحال والمضارع التام وظروف التكرار، اكثر من مرة عايدها. هذا القواعد المهمة اللي لازم تقروها اوكي. طبعا هاي القصة اوكي عن الراعي اللي ضحك على المدينة وبعدين اجى الثعلب واكل خرافة، ايضا سبق وين ترجمناها وشرحناها، روحوا على الفيديو الخاص ب 27. هنا عندي راوند اب، طبعا دائما مثل ما اني علمتكم كل راوند اب بمعنى هو الملخص ما اخذناه عن كل يونت اوكي، ايضا هذا شارحته اوكي. هنا عندي خالد اوكي والمفتاح، خالد المفتاح اللي هو شورت تايم، ايضا نشوفوا هنا عندي اسئلة اوكي. طبعا هنا الاسئلة اللي عالية جدا مهمة اوكي. هنا عندكم اسئلة بصفحة 41، ايضا الاسئلة مهمة اوكي، صفحة 41 من كتاب النشاط، ايضا حليها ومترجميها. اليونت الرابع نهائيا ما بي شيء، يعني شوفوا اليونت الرابع اوكي مطينا nouns adjectives adverb اسم وصفات وحال اوكي. طبعا احنا سبق وان شرحنا الصفات وشرحنا الحال وشرحنا الاسماء اوكي. شوفوا هنا هاي الكلمات سبق وانه ترجمناها اوكي وقريناها اوكي. هنا punctuation اوكي هو التنقيط، التنقيط عندكم تمرينين كتاب الاكتيفيتي بوك، كتاب النشاط عن التنقيط اوكي. طبعا اغلب التمارين اللي عندكم هنا شبيه التمارين تقريبا كلها تيبس، نصائح اوكي، فكلها نصائح. اذا هذا كل ما يتعلق باليونت الثالث واليونت الرابع. الى هنا ينتهي درس اليوم، شكرا على المشاهده والى اللقاء.